وصفة سباجيتي بطريقة عش العصفورة من إلا بالفيديو التالي. عم بعمل خلطة السباجيتي، حطيت اللحم المفرومة وعم نشفها من ميتها. هلأ نشفت اللحمة عندي من ميتها، رح حط البصل. حطيت البصل على اللحمة، رح حط الملح. حطيت الملح، رح قلبهم هلأ عشان البصل يطلع ميته أسرع. منحط الملح ورح غطيهم واتركهم يستوي هلأ شوي على البخار شي 3 دقايق. جهزت هلأ الخضرة يلي رح اطحنها، فلايفلة ملونة وجزر. هيدا سلري انا بتلجه دايما، بشتري كميات بنشفها وبغسلها كتير كويس وبجففها وبحطهم بالفريزر. ساعة اللي بدي بقطعهم بستخدمهم، بطحنهم للشوربة للتتبيلات او للخلطات مثل هيك. هلأ البصل شوفوا قديه طلع ميته، رح حط الخضرة اللي طحنتها وهلأ رح اقلبهم وخليهم شي 3-4 دقايق لتستوي عندي الخضرة كويس. حطيت هلأ معلقة طعام ثوم مهروس، حطيت علبة ونص معجون بندورة، حطيت عليهم معلقة طعام سكر. السكر مع معجون البندورة بخليها تطلع عندي شوي دبقة، يعني الصلصة بتمسك أكتر، وهيدي اختيارية لكم، أنا تعلمتها من مدام تمارا. حط الزيت رح اقلبهم شي 4-5 دقايق أول شي مع الصلصة اللحمة والخضرة. هيدي البهارات اللي بستخدمها دايما لأي خلطة سباجيتي، وفي متوفر هيدي بكل الجمعيات، وفي هيدي خلطة أعشاب مع شوية فلفل أسود وكمون وبابريكا. حطيت على الحشوة هون 5 حبات بندورة مقشرة، أنا بستخدمها معلبة. حطيت 5 حبات بندورة مقشرة وحطيت البهارات السباجيتي، معلقة صغيرة من كل نوع من أي أعشاب سباجيتي عندكم متوفرة. وهلأ رح حط عليهم البهارات اللي جهزتها، بابريكا معلقة صغيرة، ربع معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة كمون، وثلاث ارباع المعلقة الصغيرة او معلقة صغيرة فلفل اسود، وانا ملحة رح اخلطهم سوا وبتكون الحشوة عندي جاهزة. وهي السباجيتي عندي بعد ما طفيت تحتها، ما بسلقها لتستوي عندي على الاخر 3 ارباع الاستوى. بالنسبة للمعكروني انا رح اعملها هيدا من الا عش العصفورة بهيدي الطريقة، هلأ رح صوركم كيف بدي اعملهم. خد كمشي بالايد، معلش انا عم صور بايد وبشتغل بايد. بهيدي الطريقة بنحطهم هون، وهلأ رح حط الحشوة، منوسع هيك شوي بالنص وحط الحشوة هون. هلأ بدأت حط الحشوة جوا كل قرص بهيدي الطريقة، وبضغط عليه لجوا الحشوة، وعلى الوش رح حط زبدة ودخلهم على الفرن، وهيك رح كمل كل الحبات. هلأ بعد ما حطيت الحشوة بقراص السباجيتي، هيدي اختياري هيدي الحركة، إذا بتحبوا تحطوا جبن موزاريلا على الوش قبل ما ندخلهم الفرن. هلأ رح دخلها اشويها بالفرن لتسيح الجبنة، رح حط شوية زبدة وارجع سيحهم بالفرن يتحمر الوش بقدمه. هلأ هيدي السباجيتي اللي أنا حطيتها بالفرن بعد ما ساحت عليها الجبنة شوي شي 4-5 دقايق، عم حط زبدة على الوش عشان تعطيها طعم ونكهة للجبنة والحشوة، رح دخلهم الفرن بس يتحمر الوش عندي من فوق. وهيدا الشكل النهائي لوصفة السباجيتي من إلا عش العصفورة بهيدي الطريقة. يلي بده يحط عليها صلصة حمراء في يعمل عجنة بصلصة ويسكبها عليها لما يحطها بصحنه، احنا منحبها هيك بيضة مع الصلصة الحشوة والجبنة والزبدة يلي تحمرت عليها.